يعني انت بحكم اختصاصك نرجع ترى بعد النشيد عليك بحكم اختصاصك ابو عبد الرحمن، في مرضى يجون يعني يعانون من مشاكل كثيره، ومجرد انك تسولف معاهم تعطيه الاريحيه في الكلام يفضفض لك يقول لك يا دكتور ما عاد فيني شيء. اه طيب ما عاد فيني العافيه. صح هذا فالاسلوب ان شكلنا بنطول معك اكثر واكثر وبنستاذن اداره البرنامج يعطيهم العافيه اذا حبيتوا يصير مثل ما سوينا برنامج جزء اول جزء ثاني، لان الصحه والعافيه يبغى لها حلقه ثانيه. صحيح وبشرط انك تحضر معنا الاسبوع الجاي. ابد تحت امرك. عندك اخبار عقبنا ولا قبلنا ولا شيء؟ مو مشكله نظبط. المهم يوم الاثنين الجاي مع عبد العزيز وبنكمل كلنا رياضي. اي ابو فهد نعم رياضي. انا بلبس رياضي. وزار. انا بلبس وزار وزار اي فنيله فوق وتحت عشان ما يقدر يصرخ. وعبد العزيز بيجي بتكميلته الرياضيه. تمام وبنسوي بعض التمارين، وحتى في المجد سوت بعض البرامج الرياضيه. وعندي اسئله كثير والله. حلو لان ما شاء الله موسوعه. خلينا نسمع شيء منكم. عبد العزيز صوته حلو ما شاء الله تبارك الله. فانا يعني طبيب وصوته حلو صوته حلو ومقدم اخبار ما شاء الله. اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله اكبر ما شاء الله. انت من فين؟ انت من فين جاي؟ لا دقيقه صوتي مو زين. صوتي مو زين. ابدا 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 ما كنا مستجيب للداعي. هذا تكمل ما يا عزوز مره. لا انا ما عزوز يلا ومستجيب للداعي. الله جيب دعوتي بسراعي. يا سلام واشفي جميع اوجاعي. يا مرتجى يا رحمن اغفر لعبد مذنب. الله من الخطايا يسكب. حبيب ساكن يترب. طه شفيع النيران مستجيب للداعي. جب دعوتي بصراعي. في جميع أوجاعي. يا مرتجى يا رحمن. الله هذا العلاج قلت له ما يوم يقول ما يعطيه روشتة يقوم يعطيه نشيدتين يقول خلاص. يجوني ناس واخذ معهم واعطي ما ادري ايش في الاخير يقوموا ما شاء الله ما فيهم شيء. يسمعهم بالصوت الزين ما شاء الله تبارك الله. الاخلاق الطيبه والوجه البشوش. نعم يعني ليه قالوا الهين اللين هو عبد العزيز ما شاء الله.